تفضل يا علي. السلام عليكم استاذ وليد. وعليك السلام تفضل. شنو سؤالك استاذنا؟ سؤالي هو الان قلنا للشيعه ان اللطم والتطبير والنهاء حرام في دينكم فاصروا على ذلك فقلنا الحمد لله. لان الله عز وجل اراد قصص من المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها مما يقولون فيها زورا وبهتانا. تفضل. ماذا يقولون فيها؟ انت تعرف وانا اعرف طبعا تفضل لا لا على على البث المباشر لا حبيبي انت تعرف هاتيها. وانا اعرف ام دائماً الهروب وليد الهروب الهروب دي يا دي. أبي. انا اعرف وانت تعرف خلاص انا لا. ما في مشكله الأن انا عرفك انا عرفك نعم يعذكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين فالله عز وجل انزلها في السيده عائشه ويحذر كل من قال في عائشه بعد ان نزلت البراءه فهو ليس بمؤمن بنص الآية تفضل اشرح لنا الآية يلا أحسنت وقال فيها أنت أنت ظاهر عليه فإن الله مولاه و... لا احنا بنتكلم و... على قضايا الشرف دلوقتي, وطرح دلوقتي وطرح مش بنتكلم عن العسل ولا مارية وإن سقط صغط... احنا اه... مش بنتكلم مش و... بنتكلم عن العسل والماريه م... الان لا نتكلم عن عسل م... وماريه اشرح لي الايه دي الاول اسمحني. وبعد كده ندخل في العسل وماريه حبيب الغالي اشرح لي الايه غالي لا, غالي تهرب. غالي لا تهرب لا تهرب عادل لا تطفر لا تطفر. لا, راب... لا تطفر لا تطفر اعطيني مجال لا تطفر اعطيني مجال ما تطفر طيب اعطيني مجال ما تطفر اعطيني مجال ما تطفر اعطيني مجال اشرح لي الايه مجال تفضل ده قران كريم واشرح لي الايه نعم. نعم اشرح لك الايه بس رجاء اعطيني مجال والله اديك مجال تفضل اشرح لي الايه اتفضل اسكت 30 ثانيه فقط والله العظيم 30 ثانيه في الايه هتخرج بره الايه هقول لمحمد يوزعك احسنت احسنت فضل. جدا يا وليد اسماعيل تفضل اولا اول المتهمين لها مصطح بن اثاث انا ما سالتك عن المتهمين بن بن انا ما شروع. سالتك انا بقول لك إيش. اتفضل اشرح لي الايه أسنى. ما معنى الايه يعظكم الله ان نعم تعودوا لمثله حد. ابدا ان كنتم مؤمنين نعم لا تعود لا تعودون لل... للافك لا تعودون للكلام في من؟, من لا 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 واحده واحده لا تعودون في نعم. الكلام في من؟ نعم. أول اعرف الكلام في من وبعد لا في يا باشا انا حسب الايه اولا رسول الله اتهمها يا باشا انا ما, التهم ما التهم كلمتك على الرسول صلى التهمها. الله عليه وسلم اتهمها ولا ما اتهمها انا بسالك هنا الايه تتكلم عن الايه ان شاء الله يا عبيط يلا يا عبيط يا كذاب ابو علي الكذاب ده اللي مسمي نفسه عبد الواحد ابدا ما يفسروا ايه أبدا والله أبدا الآية واضحة لو سألنا الشيعة سؤال وقلنا لهم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين أنتم بتقولوا يا شيعة في السيدة ماريا حلو ما فيش مشكلة يبقى الله عز وجل يقول من يعود للطعن في السيدة ماريا فهو ليس بمؤمن والكلام ده أبدا يعني إلى يوم القيامة أي لا تطعنوا في ماريا إلى يوم القيامة ومن يطعن في السيدة ماريا فليس بمؤمن صح كده؟ صح كده؟ جميل والمعنى لن يختلف لو كانت الآيات في السيدة عائشة يعني المعنى لن يختلف ولا في اختلاف؟ لن يختلف فلما نيجي نروح للآيات نجدها نازلة في من؟ في أم المؤمنين عائشة بدليل إن الذين جاءوا من إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم عصبة وليس واحد والذي تولى كبره منكم عبد الله بن أبي بن سلول وليس مع ماريا ولكن مع السيدة عائشة تمام ولا يتري أولو الفضل منكم والسعة دي في من فأبي أبي بكر الصديق وقضية مصطح ومصطح مال أبو بكر الصديق ومال مصطح في السيدة ماريا فكل الدلائل وحتى الحدود نزلت في الحرة وليس الأمة يبقى كل الدلائل تدل على أن في السيدة عائشة يبقى إذا الآية دي في السيدة عائشة يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين أي من يعود للطعن في أم المؤمنين عائشة بعد أن برأها الله فهو ليس بمؤمن إلى يوم القيامة بسيطة